السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم الحديث ديالنا غيكون على علاش كاين واحد السؤال كيتطرح بكثرة وبإلحاح، وهذا السؤال كيتعلق بهذا الموسم، هذا موسم الخريف أو موسم الشتاء إن شاء الله، الله يعطينا الشتاء. هذا السؤال هو علاش كناخذوا الوزن في هذا الفصل، وفعلا بزاف الناس كياخذوا الوزن في هذا الفصل، الفصل ديال الخريف والشتاء. احنا اليوم 24 نوفمبر، والناس كياخذوا الوزن، كيتزادوا في الدهنيات وكيتغطاو بزاف وكيربحوا الوزن، ما كيبانش ليهم الجسم ديالهم، كيبان حتى الموسم الربيع مارس ابريل، ملي كيبداو يحيدوا في الحوش عاد كيبان لهم الكيلوات اللي تزادوا، اللي ما حسوش بهم امتى زادوهم. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه، علاش كنزادوا في الوزن؟ كنزادوا في الوزن لان اول حاجه النهار كيقصر، النهار كيقصر يعني الحركة كتقل، يعني ناخذ المثال ديال البلاد ديالنا المغرب المملكة الشريفة، ان النهار كيبدا مع 8 الصباح وكيسالي تقريبا مع 6 العشية، يعني تقريبا 10 سوايع ديال الضوء و14 ساعة ديال الظلام ديال الليل. هاد 14 ساعة ما كنتحركوش فيها بزاف، اما كنكونو مكونيكتين، اما كنكونو كنتفرجو، اما كنكونو كناكلو، بحكم ان النهار خدامين في العشية ما كنتحركوش، يعني ها النهار الضوء ديال النهار قل، يعني الحركة ديالنا قلات. هذا من جهة الحركة ديالنا قلات، تاني اشياء الحركة قلات وعندها علاقة اكثر بالاكسجين بالتنفس، يعني في الصيف كنكونوا حالين النوافذ ديالنا، الجسم ديالنا كيستافد من الاكسجين، داك الاكسجين كيحرق لنا لي كالوري في الذات. كنلاحظوا ان اليوغي كمثال، اليوغي كيفقدوا بزاف الوزن غير بالتنفس، كيديروا اليوغا ولكن كاين اللي مكيديروش كاع اليوغا، التنفس كيخلي انه يفقد الوزن كتير. علاش؟ لان كيدخل لذاك المحرك ديال الخليه اللي هو الميتوكوندري، كيدخل ليه واحد الكميه الاكسجين عاليه جدا، وهذه كتخليه انه يفقد الوزن. ملي كتدخل الاكسجين الخليه بحال هكا، كيدخل ليها الوقود اللي هو اما الدهنيات او الجليكوجين، كيدخل ليها لا ليبوليز ولا الجليكوليز، كيدخل ليها الاكسجين كتحرقو. احنا الاكسجين ما كندخلوش بزاف بحكم اننا كندخلو بلايص مسدودين عندنا، ما كاينش الهواء النقي بزاف، ما كاينش واحد العامل الثالث، ان العامل الاول هو قلة الحركة، العامل الثاني هو الاكسجين، والعامل الثالث هو اننا كنتغطاو بزاف. ملي كنتغطاو بزاف ما كنخليوش الجسم ديالنا يحرق الدهنيات باش يسخن، كما كتعرفوا ان ملي كتسخن ولا كتبرد ولا كلشي كتحرق الدهنيات، الجسم ديالك مادام انه مغطي ما كتحرقش الدهنيات. هادو عوامل بثلاثة اللي كيساعدونا اننا نربحوا الوزن، ولا هما الحصيله اللي كتخلي نوصلوا لهاد النتيجه هادي. عامل رابع واحد اخر هو اننا كنعودوا ناكلوا بزاف، خصنا نسخنوا، خصنا طاقه، كتعود الاكل ديالنا كيعود واحد الاكل شريح، كناكلوا بواحد الطريقه اللي هي بشعه، وهاد الماكله هادي غالب الاحيان كتتعلق بالفتره المسائيه، الفتره اللي ما كنكونوش فيها خدامين، ما كنكونوش فيها مشغولين، لذلك كنكونوا ملهوفين على الاكل في ذاك الوقت. ملي كتكون ملهوف على الاكل اش كيوقع لك؟ الجسم ديالك كيخزن الطاقه اللي ما كيحرقهاش، وانتم كتعرفوا ان الجسم ديالنا عنده جوج الحوايج، عنده الانبوت المداخل والمخارج، نسبه الكالوريات اللي كتحرق، نسبه اللي كتحرق مع نسبه الكالوريات اللي كتدخل، هاد اللي كانوا متعادلين متوازيين، ما غتزاد ما غتنقص. الا بغينا نقصوا الوزن ديالنا ولا بغينا نربحوا الوزن ديالنا، خاص عدد ديال الكالوريات، بغينا نربحوا الوزن خاص نطلعوا، وهنا الحرق يكون قليل، يعني هاد الفائض هذا غيتزاد. الا بغينا نقصوا خاص هذا يتنزل، والمخارج ديالنا كنحرقوهم. المخارج ديالنا هما 20 كالوري بار كيلوغرام دو بو، 20 وحدة كالورية لكل كيلوغرام من الوزن ديالك. بالنسبة للرجال هذا الميتابوليزم ديال دو باس، الاستقلاب، الجسم ديالك شنو كيحرق، يعني 70 كيلو 1400. بالنسبة للسيدات 17 كالوري لكل كيلوغرام، هذه عملية حسابية تقدر تحسبيها، هذا ميتابوليزم دو باس، هذا هو الاستقلاب ديال الجسم ديالك. الجسم كيحرق في الروبو ديالو، كيحرق هادشي. زدنا على الرياضه كما كنوضحنا شحال من مره، الرياضه كتحرق لك على حسب دقات القلب ديالك وعلى حسب المجهود والمده والحده ديال التدريب ديالك، احنا جمعناهم بجوج.
في هاد الشهور الثلاثة هذا كتنقص عندنا الحركة، كتنقص عندنا الحركة كيولي المداخيل أكثر من المخارج، وداكشي اللي ما كنحرقوش كنخزنوه. فين كنخزنوه؟ في المناطق الباردة، في المناطق الباردة اللي فيهم ما فيهمش بزاف الشعيرات، وكذلك عنده علاقة بالجينات، لأن كل عائلة عندها واحد الشكل ديال الجسم ديالها نساء ورجالا. كاين اللي عنده كتاف وعراض، كاين اللي عنده كتاف وصغار، كاين اللي ميزوفورم اوندوفورم، كله كيفاش معطي على حساب الجينات ديالك. ولكن غالب الأحيان كنخزنو في المناطق الباردة اللي ما كيتسيركليش فيهم الدم بزاف، البطن، الأرداف المؤخرة، هادو هما المناطق اللي كيكون فيهم الدهنيات كتيرة وصعيب باش نحركوها، لأن هاد وضعية الجلوس هادي اللي أنا جالس فيها واللي أنتم تكونوا جالسين فيها طبعا، ولا كتمشاو، كنتمنى لكم كتمشاو، لأن ملي كنتو كتمشاو غتحرقوا من الدهنيات، وهادشي اللي بغينا الجسم. كما كنقول ديما في المحاضرات ديالي، الجسم اللي ما كنحركوش كنفقدوه. Your body use it or lose it. الا ما هاد الجسم اللي ما استخدمتيش غتفقدو، وهذه ما بغيناهاش، هذه ما بغيناهاش، ما بغيناش الجسم ديالك تفقدو، لان باش تحافظ على الجسم ديالك، باش تحافظ عليه بصحة جيدة، خصك تخليه انك كتحركو وكتستخدمه، وبما انك كتستخدمه غيبقى فيه صحة جيدة، وغادي تتجاوز كاع هاد المحن اللي كتعيشها، بذلك غتكون بصحة جيدة. حاجة اخرى، كاين واحد السؤال تطرا عليا هاد الايامات، هو السؤال ديال واش نقدر ناكل داكشي اللي بغيت وما نتزادش في الوزن. هذه خرافة من الخرافات. علاش خرافة من الخرافات؟ لان الا كليتي اكثر من داكشي اللي كتحرق كتخزن. وغتقول لي كاينين شي ناس ما كيخزنوش واخا كياكلوا بزاف، هادوك عندهم سوء امتصاص، ولا الجسم ديالهم من صغرهم، هذا جواب، الجسم ديالهم من صغرهم ما كانش جسم اللي غليظ اللي ما رطباش بالغلط، هذاك عنده الزهر انه في صغره كان رقيق، يعني الخلايا ديالو، لان خصكم تعرفوا واحد المعلومه، الخلايا ديالنا عندنا نفس الخلايا الدهنيه في اي جسم، نفس العدد ديال الخلايا الدهنيه، هذوك الدوارات فين كيخزنوا الدهنيات، الفرق هو الحجم ديالهم. شي واحد اللي كان في الصور ديالو غليظ ولا عنده شويه الوزن زايد ولا عنده بزاف الدهنيات، الحجم ديالهم كيكون كبير، يعني لا كاباسيتي دو ستوكاج، المخزن ديالو عنده كبير، عنده فين يخزن الدهنيات، هذاك لا كل كتير غيخزن وبسرعه وغيتزاد الوزن ديالو، بعكس هذاك الشخص اللي في صغره كان صغير، كان الحجم ديالو مزيان، وهذا كيحثنا باننا نقولوا لوليداتنا نديروا الرياضه، لولادنا خصو ولادنا يديروا الرياضه، خصهم يديروا الحركه بدون ريجيم، ما نديروش لهم ريجيم. هذا السؤال كيتطرح حتى هو غنجاوب عليه رابيدمون. الاولاد قبل سن المراهقه ما كنديروش لهم ريجيم، لان غيربطوا الاكل بالحرمان، وهنا غنخلقوا مشاكل اخرى. غنديروا لهم نظام غذائي يكون مقاد، غنساعدهم بانهم يكونوا بصحه جيده، ولكن بدون حرمان، بدون ريجيم. دايوغ الريجيم، هذا الاسم، هذا النظام الغذائي الريجيم، هو واش حاجه قاسحه على الذات، لذلك ما نديروش لهم ريجيم. حركوهم، خص الحركه، الوليدات خصهم يوليو يتحركوا، يبعدوا من لي زيكرون، هذه نصيحه ليكم ولولادي ولجميع الناس اللي بغاو ولادهم يكونوا بصحه جيده، هذه نصيحه ليهم، ولكن حركوهم، الاكل ديالهم يكون صحي، ورا كل شيء بيدكم نتوما، كل شيء بيدكم نتوما ماشي بيد الاطفال. كنتمنى ان هذا الفيديو نكون جاوبت على بعض الاسئله ديال الناس المشاهدين ديالنا، كنتمنى لكم الصحه والعافيه، ما تبخلوش عليا بانكم تحطوا الاسئله ديالكم والمقترحات ديالكم، عطيوني على شويه الوقت وغنسجلهم، وقت ما لقيت شي فرصه غنسجلهم، وانا في الخدمه ديالكم. هذا هو الاساس، اننا كنحاولوا نتشاطروا هذه المعرفه اللي كنعرف، لان كاين معلومات اللي انا كنت كنحتاج ليهم واحد الوقت وما عرفتهمش، كنحاولوا نتشاطروهم، الله يجعلها في ميزان الحسنات ديالنا. ولا عجبتكم لا كابسيول ممكن تبارطاجيوها، ممكن انكم تقاسموها مع صحابكم، ممكن انكم تعلقوا لنا، ومرحبا بكم. كان معكم طارق المليح، فوتخ ناتيوروبات سي فوتخ كوتش. عليه، السلام عليكم، نهاركم مبروك او مساءكم مبروك، موعدنا في حلقة قادمة، وما تنساوش تهلا في راسك، تهلا في راسك، تهلا في راسك، السلام عليكم.